ورقة دي بقى بيقول ابنه عايش فين. ماشي؟ هو ده البص ده بيقول لي حضرات ايه؟ حاجة غريبة جدا بصراحة. بيقول لك خليك في البيت وما تنزلش، وناسين ان 80% قطاع خاص وكلهم مش قادرين ياخدوا اجازة لانها هتبقى على حسابهم. وطبعا الشعب المصري معظمه عايش على مرتب اخر الشهر بالظبط، اللي هو اصلا مش بيكفي الشهر. طب ما الناس دي كل يوم هتنزل وتنقل الفيروس برضو. مفيش حد قادر ياخد قرار ويدي الناس اجازه مدفوعه الاجر لمده اسبوعين بدل فلوس الحملات الاعلانيه والفلوس اللي هتتصرف في المستشفيات لعلاج الناس اللي هتتصاب بالفيروس. يعني حرام، الناس يا جماعه هتموت من الجوع. في نفس الوقت بقى هات اللي قبله بقى، دكتور بيقول السيسي لما قالوا له جبت منين ال 100 مليار؟ قال لهم وانتم مش عارفين مصر ولا ايه؟ مصر كبيره قوي. مش دي مصر كانت فقراء قوي؟ اهو الراجل اللي كاتب بيقول النهارده السيسي او لما قالوا له انت جبت منين ال 100 مليار، او يعني هو بيفترض ان حد هيقول له كده. فاهو بيقول ايه بقى؟ رد سياده الرئيس عن توزيعه ال 100 مليار المخصصه لكورونا. الرئيس النهارده طلع قال الناس بتسال هتجيب ال 100 مليار منين؟ الاجابه انتوا فاكرين ان مصر قليله ولا ايه؟ والله العظيم كانت الاجابه دي. ما تعرفش ان احنا فقراء قوي ولا جامدين قوي ولا ايه بالظبط؟ ما نعرفش يعني، انت مش فاهم يعني. مره يقول انتوا فقراء قوي، ومره يقول لك دي مصر مش قليله. المهم ان في 50 مليار رايحه لدعم قطاع السياحه، و20 مليار لدعم البورصه، وكم مليار للمصدرين والبنوك والقروض والمعاشات. للاسف ما جاتش سيره بناء مستشفى عاجله، او نواقص مستلزمات طبيه، او توفير سراير عنايه مركزه، او حتى جوانتيات وماسكات من اللي بتروح ايطاليا والصين بالاطنان ونقصه في مستشفياتنا. سيرتنا جت بالشكر فقط، اللي هو احنا بنشكر الاطباء والفريق الطبي، انتوا بتحاربوا واحنا مقدرين ده ودمتم. في الوقت ده بقى، في الوقت ده عمرو اديب طالع يقول لك ابني عايش في لندن. ايوه بقى، عرفت ليه عمرو اديب وطني؟ عرفتي وطني؟ راجل ابنه خلص جامعه امريكيه طلع على لندن اشتغل. ايه دي الوطنيه؟ وطنيه يا حضرات ان الوطن يديك وينعنشك ويفرفشك. اهو عمرو اديب ابني مش لاقي عيش في لندن، وهنا بتنزل تجيب العيش عادي. طب ما تروح لابنك في لندن. سوري، طب ما تجيب ابنك يعيش معانا هنا. ايه رايك يا عمرو؟ بدل ما تعايرني يا عم وعايرك، جيب ابنك يجيب عيش من هنا. مش هو مش لاقي عيش في لندن؟ بس لندن العاصمة ولا لندن الكوبري؟ ابنه عايش في لندن. راجل ابنه عايش في، ما هو ابنه هو عنده ابن تاني من زوجته الأولانية. يعني واحد فيهم يعني عايش في لندن، معرفش هو خالد ولا محمد اللي عايش في لندن. لكن عنده ابن هو بيقول عايش في لندن. فبيقول لك ابني في لندن ما بيلاقيش العيش، زي المذيعة اللي طلعت قالت لك إيه؟ والله دي مصر رخيصة جدا، ده بنتي عايشة هنا بيجيب السندوتش ده ب 30 يورو. طب ما تنزل مصر. بسيطة يعني. يعني انزلوا مصر يا جماعة، عيشوا في مصر. يعني ليه تبهدل قدام الفرن؟ ليه بقى ولسه العجانة ما اشتغلتش والحاجات دي يعني؟ ولسه يفتح بعد الفجر الفرن ويخش جوه عند الخباز ياخد ليه بتبهدل ابنك ليه في لندن؟ ما تجيبه يعيش في مصر ويلاقي العيش المفقش الكبير ده الصبح عادي جدا. مفيش اي مشاكل يعني. وفي الاحياء الشعبيه كمان يا عمرو في حاجه اسمها الراتب، واحد يعدي كده يوزع عليك الراتب. يعني ما العيش عندنا انت بتقول العيش ببلاش، العيش هنا عندنا عادي. حلو، هات الواد يعيش معانا. ايه رايك؟ بيعمل ايه في لندن الواد ده؟ شوف الفرق بين واحد بيصوت على 80% من الشعب هيجوع، وعمرو بيقول لك ابني في لندن مش لاقي العيش. والله ما لاقي. الواد تعبان في لندن. لندن نظيفه قوي،